شعارات قوية، شعارات زاهية تبحث عن النصر، تبحث عن الناموس. نتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة وأيضا في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط ونتعرف على المركز الأول في هذه اللحظات، هذه اللي على المركز الأول مشاهدين الكرام، حاملة رقم 11، عفوا تحمل رقم 61، هذه اللي تحمل رقم 61 اللي هي سحابة حق سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. أما المركز الثاني في هذه اللحظات فتتواجد تغرودة حق سيف بن مسلم بن ناصر الدرعي. دور المركز الثالث، وأرى في هذه اللحظات هذه جوهرة حق علي بن صالح بن علي المسهلي. القدوم في هذه اللحظات من حاملة رقم 58، هذه اللي وصلت الشايبة حق حمد بن سعيد بن سالم بن غصنه العامري، خذت المركز الثالث في هذه اللحظات. وعلى المركز الرابع بدأ التقدم في هذه اللحظات من صاحبة الشعار الأخضر، ونحاول أن نتعرف على صاحبة الشعار الأخضر وتحمل رقم، هذه فيتال حق مسعود بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي، يتواجد على المستوى الرابع. أما المركز الخامس فبدأ يتقدم في هذه اللحظات شعار لفحة حق أحمد بن زايد بن قاسم بن براك المزروعي، يتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات. أما المركز السادس مشاهدين الكرام تحمل رقم 27 شرف حق سالم بن صالح بن محمد بن السفران المري، يتواجد في هذه اللحظات. أما المركز السابع مشاهدين الكرام تحمل رقم 66، هذه اللي واصله أيها الحفل الكريم، هذه شواهين حق حمدان بن غافل بن مشمل القحافي، يتواجد في هذه اللحظات. أيها الأخوة الاسم القادم مشاهدين الكرام يحمل رقم 4 الإمامة حق سيف بن علي بن محمد بن راشد النعيمي، يتواجد على المركز السادس في هذه اللحظات. والمركز السابع الفيتال حق مسعود بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي. أما المركز الثامن فبدأ تتقدم نقود حق سالم بن سلطان بن سعيد الغفيلي، ولكن الاسم من الطرف الآخر تحمل رقم 9 زعفرانة، أول قدوم الزعفرانة لحمود بن محمد بن سعيد الحارثي. هذه النتيجة للمراكز الثمانية الأولى المتقدمة في هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. الله، يا سلام يا سلام يا تغرودة، تغرودة أيها الأخوة على الصدارة حق سيف بن مسلم بن ناصر الدرعي، بدأ يقود هذا الشوط وهذا المسار. ولكن الوصول من الإمامة حق سيف بن علي بن محمد بن راشد النعيمي، وأيضا وصول آخر من لفحة لأحمد بن زايد بن قاسم بن براك المزروعي، وأيضا قدوم من شرف سالم بن صالح بن محمد بن سفران المري على المركز الرابع. الله، يا سلام. وأيضا حامل رقم 13 في دائرة المنافسة اللي هي مياسة لمحمد بن علي بن راشد الزرعي، يتواجد على المستوى الثالث. ولكن نعود إلى المركز الأول، أعود إلى الإمامة. يا سلام يا الإمامة، سيف بن علي بن محمد بن راشد النعيمي يقدمها لنا خير تقديم. ولكن المنافسة أيها الأخوة، المنافسة من قبل لفحة لأحمد بن زايد بن قاسم بن براك المزروعي، بدأ يسحب بساط المركز الأول في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الحاسمة. إذن المركز الأول مع لفحة سلام الغربي، سلام يا أحمد يا بن زايد يا المزروعي. أما المركز الثاني أيها الحفل الكريم، الإمامة حق سيف بن علي بن محمد بن راشد النعيمي. والمركز الثالث أيها الأخوة، المركز الثالث حامل رقم 59 اللي هي الصباع لأحمد بن راشد بن غانم المنصوري. أما المركز الرابع أيها الحفل الكريم اللي هي مياس محمد بن علي بن راشد الزرعي. والمركز الخامس حامله رقم 28 الريم حق عبد العزيز بن حمد بن عتيق البريدي المري. إذن هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الشوط. أعود بالتوقيت الزمني، مشكور يا هويدن يا بن عبد الله يا القحافي. إذن التوقيت الزمني 5:59
تسعة أجزاء من الثانية. حاملة رقم 26 هي صاحبة المركز الأول لفحة لأحمد بن زايد المزروعي. أما المركز الثاني أيها الأخوة، إذن المركز الثاني الإمام السيد بن علي بن محمد النعيمي، التوقيت 6 دقائق 7 أجزاء. أما المركز الثالث أيها الأخوة، حاملة رقم 59 صبا لأحمد بن راشد بن غانم المنصوري، والتوقيت الزمني 6 دقائق 1:03 من الثانية. هذه النتيجة، ونهني جميع الأخوة الفائزين بالمراكز الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء،